لكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو تسمحوا لي على هذا الغياب طويل اللي شحال بقيت حطيت شي فيديو. السبب هو كان ما كانش عندي شي فكره انني نديرها، وحتى الخاطر ما كانش انني نشد كاميرا، حيت كاميرا كنبغي نكون بالمورال طالع وانا كنصور شي فيديو. المهم كان المورال نول، ماشي مشكل. دابا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون الحقائق عني، باش هكا تعرفوا ليا اكثر واكثر. واللي مازال ما تعرفنيش، انا حفصه من قناه حفصه اف ان. ما تنساش اذا كنتي جديد على القناه انك تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك اي جديد، وخلي لايك للفيديو وخليوا ملاحظه ديالكم في التعاليق. اليوم كيف قلت لكم غادي نشارك معكم الحقائق ديالي، هما 14 هنايا نقيتهم هنايا باش ما ننساهمش، حيت 14 كثير عليا باش انا نبقى عاقله عليهم كاملين. مهم غادي نبدا لكم باول حقيقه، هي غادي تجيكم غريبه، ولكن انا ما كنحملش جميع انواع الحيوانات والحشرات. الحيوانات كاينين الناس اللي كيربيو هكا كليبات، كيربيو مشيشات هكا في الدار، انا ما كنحملهمش وما كنحملش نقيسهم. وحتى الاحصنه اللي الناس بزاف تعجبوهم انا ما كنحملهمش. الحشرات هذه بطبيعه الحال جميع انواعهم ما كنحملهمش. كيف كتقرب ليا شي وحده كنقدر نبدا نحك، كنحس بداك اللحم يشوك عليا والله. ثاني حقيقه هي ما كنحملش تجمعات، ما كنحملش نمشي لشي بلاصه فيها الناس كثير، ما كنحسش براسي اليز حتى معاهم. وحتى مثلا الا جاو عندنا الناس ما كنجلسش معاهم، كنمشي نجلس في بيت بوحدي هكا. انا ما كنحملش تجمعات، ما كنحملش انني نجلس مع الناس بزاف، ما كنحملش نمشي للعراسات على قبل هذوك التجمعات، ما كنحملش نتلاقى بناس كثير. وحتى الاصدقاء عندي على رؤوس الاصابع، يعني قلال 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 بزاف بزاف. ثالث حاجه وحتى هي غتجيكم غريبه، ما كنحملش الاغاني الشعبيه. هذاك الشعبي ديالنا انا ما كيعجبنيش، كيجيني فيه الصداع. ما كنحملش هكا الاغاني اللي تكون فيهم الصداع بزاف، كنحس براسي كدورني. بالعكس انه تعجبني الموسيقى، ماشي اغاني، موسيقى ولكن تكون كالم بحال بتنعسك، هذيك هي كتعجبني، وهذيك هي كنحس براسي مرتاحه وانا كنصمت لها. رابع حاجه انني انا انسانه عصبيه، عصبيه لواحد الدرجه ما يمكنش، ما كنقدرش حتى نتحكم فيه، كنتعصب بجد. ما عرفتش كيفاش نوصل لكم، واللي كراه بزاف ديال العصب. خامس حاجه ما تعجبنيش نطول طفاري ولا نسبقهم، حيت الا طولتهم اولا الا سبقتهم كنحس بطفاري بصباعي تقال عليا، ما كنقدرش نتحكم فيهم، ما كنقدرش نستعملهم ونكون مرتاحه، كنحس دائما بشي حاجه ثقيله ليا في ايدي. وحتى كاع نكون غير دايره ايدي هكا مازال ما كندير حتى شي حاجه وكنحس بايدي ثقيله عليا، داكشي علاش ما كنصبغهمش كيف كيبان لكم وما طوالش. واذا كانوا حتى طوال زعما الا طولتهم حتى شويه كناكلهم. في واحد القاعده خايبه انني كناكل صباعي، ماشي ضروري نحيد ضفاري ماشي زعما كنقطع ضفاري بسناني، ولكن ضروري ايدي خصها تكون سورتو الا كنت معصبه وكنت مستريسيه خصني ضروري ايدي تكون في فمي. سادس حاجه تعجبني العزله بزاف، ما كنحملش نخرج بزاف على الدار، واغلبيه غير باش ما نتلاقاش بالناس الله يسمح ليا. وكيعجبني نبقى في الدار بزاف، والدليل على انني ما عمرني لحد الساعه حطيت لكم شي فلوغ اولا شي خرجه اولا اي حاجه. اي كاع لي فيديو اللي حطيت لكم كانت في هذه البلاصه بالضبط، هذه اللي كنبقى نصور فيها جميع الفيديوهات، ما كنخرجش حيت اصلا انا ما كنخرج، ماشي من داك النوع اللي كيعجبو يخرج برا الدار، دائما خصني البيت كنبقى فيه. انسانه بيتوتيه. سابع حاجه انني حساسه. من داك النوع انني الا شفت شي واحد يبكي دموعي غير هنايا حتى انا كنبدا نبكي. اما الا شفت شي فيلم هكا مؤثر صافي
عول داك الليله كامله وانا عينيا غير كيبكي وكيبكي كيبكي يعني بكايا انا بزاف. والعكس انني الا كان شي واحد تيضحك كنضحك واخا ما نكونش عارف الموضوع حتى انا كنبدا نضحك. يعني الناس كاثروا فيا بواحد الشكل كثير بزاف للفرح ديالهم. كنت انا كنفرح الا كانوا يعني كيبكي ولا معصبين حتى انا كنتعصب. ثامن حاجه تعجبني النعاس بزاف. كنعس وفي هذاك النعاس كنفكر بان هذاك النعاس ما غيكفينيش خاصني منين نفيق نعاود نرجع النعاس. وانا دابا كنصور هذا الفيديو اقسم لكم بالله سفيا النعاس. من انا من النوع اللي عشاق النعاس كنعس بزاف وكاع تفضل انني نكون يقولوا لي مثلا يلا خرجي اولا تبقاي في الدار نقول لهم لا خصني نبقى غير في الدار ونعس صافي. يعني كيعجبني النعاس بزاف. راشح تاسع حاجة وهذه حتى هي غادي تجيكم غريبة ما تنحملش البحر. علاش ما تنحملوش؟ حيت ما تنعرفش نعوم هادشي اللي كاين. وما نقدرش نسكن فشي بلاصة حدا البحر حيت كنحس بيه كنقول دائما فراسي بان هذاك غيقدر زعما داك البحر غيقدر يهيج. دائما عندي واحد التخوف كبير من البحر وما تنحملوش اصلا ما تنحملوش هكا ما عرفتش علاش. ولكن حتى العومان ما كنقدرش نعوم وحتى الا مشيت ليه وبغيت نعوم زعما زعمت انني نعوم كنبقى في داك الكشكوشه يعني ما كنديباساش من ديك البلاصه هادشي اللي عطا الله. عاشر حاجه ما تنقدرش نجاوب على لي زابيل انكوني حيت كنخاف بزاف من لي زابيل انكوني اولا لي زابيل بريفي والو. وخا تكون طالعه زعما النمره طالعه ولكن انا ما عارفاش هذيك النمره ما كنقدرش نجاوب عليها. كنفضل ان زعما الناس زعما ما يكونوش اللي ما انا ما عنديش نمرتهم يصيفطوا لي هكا في واتساب اولا يصيفطوا لي ميساج على انهم يعيطوا ليا حيت بصح ما كنقدرش نجاوب. اغلبيه لي زابيل ما كنجاوبش عليهم خصوصا ما كنتش كنعرفهم. الحقيقه اللي 11 هذه والله لا تجيكم غريبه. الا كنت مريضه يعني مريضه بزاف فيا مثلا المنزله لا غريب اي المهم هادو هاد المنزله ما تنقدرش نشرب الدواء. علاش؟ حيت كنزيد نمرض الا شربت الدواء كنزيد نمرض. ولكن الا مثلا كنت مريضه وما شربتش الدواء وما شربتش حتى شي حاجه من غير الماء يعني شربت غير الماء صافي كنصبح هي هذيك. اما الا مشيت مرضت وشربت الدواء كنزيد نمرض. داكشي علاش انا ما كنحملش الدواء. الحقيقه اللي 12 ما تنحملش الحرور. الحرور كنكرهو لواحد الدرجه ما يمكنش ولو تكون الحاجه حاره غير واحد شويه انا كتجيني صافي حاره بزاف كضروني سناني بالحرور. كاين بزاف الناس اللي كيعجبهم الحرور انا لا شكون بحالي اللي بحالي في اي حقيقه من هاد الحقائق يكتبها ليا في التعاليق باش نعرف انني انا ماشي بوحدي اللي فيا هادشي. الحقيقه 13 تتعجبني ريحه الصباغه اولا الريحه ديال الماطر. الماطر ملي هكا كيديماري وكيطلق هذاك الدخان اللور هذاك تيعجبني هذيك الريحه تعجبني. و عرفتش شكون بحالي ولكن انا عرفتي واحد الريحه كتجيني في الشكل بحال كنشم شي حاجه زوينه بزاف. والحقيقه 14 انني قررت انني ندير الريجيم ان شاء الله. من هنا لواحد الشهر غتلقوني نقصت في الوزن ان شاء الله. يعني دابا عندي هذيك العزيمه وعندي داك لونفي باش انني ندير ريجيم وندير سبور وندير بزاف د الحاجات باش نقص الوزن ولكن ما عرفتش من هنا لقدام واش باقي غادي نبقى في هذا الشيء ولا لا. المهم
انا دابا حاليا قررت انني ندير الريجيم، ومن نوع انا اللي ما كنحملش السبور، ولكن مضطره انني نديرها. هذه مش حقيقه ولكن غير نشاركها معكم وصافي. انا من نوع اللي ما كنحملش السبور، ولكن دابا سوي اوبليجي باش انني نديرها باش نقص الوزن فقط. ولكن النهار اللي غادي نقص الوزن وغنوصل لهذاك الهدف اللي انايا رسمته في بالي غادي نحبسها. مهم كانوا هادو هما 14 حقيقه ليا. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، وشكرا للناس، شكرا للناس اللي تابوناو جداد، شكرا لكم بزاف، وشكرا للناس اللي كيبارطاجيو لاشين ديالي، حتى هما بنشكركم بزاف بزاف بزاف. كانت معكم حفصه من قناه حفصه اف ان، ومع فيديو جديد ان شاء الله. غير خليكم على خير والسلام عليكم. ولكن قبل ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وبارطاجيو لاشين للناس باش الحائلة ديالنا تزيد تكبر. السلام عليكم.